السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بخير شيخ مصطفى. الحمد لله، اللهم لك الحمد. شيخ مصطفى، دلوقتي أنا أعمل كمسوق إلكتروني في شركة تبيع منتج ترفيهي للأطفال الصغار في السن. منتج إيه؟ منتج ترفيهي للأطفال الصغار في السن. طيب وبعدين؟ زي خيمة كده، يعني ممكن الأم تحط فيها الطفل عشان يلعب وهكذا. وبعد ذلك؟ دلوقتي كتالوج طريقة الاستخدام والتركيب اللي بيجي في مع المنتج، في صور كرتونية لتوضيح كيفية تركيب المنتج وهكذا. كويس. في ضمن الصور، من في ضمن الكتالوج ده، في صور كرتونية للأم وطفل صغير وهكذا. طيب، فهل ده ممكن يدخل في دائرة فورمانيت دلوقتي أروح؟ لا والله، هذا من باب التعليم، لا ليس بداخل في هذا، وهذه داخل في أشياء الأطفال، والترخيص في ألعاب الأطفال وردت فيه النصوص عن رسول الله. يعني عشان خاطر دوت كتالوج طريقة استخدام، فما فيهاش مشكلة حتى لو الصورة كاملة للطفل. الله يسلمك.